مرة تانية برحب بحضراتكم، برحب بنجمنا الكبير طبعا كابتن خالد جدالة. مرة تانية أهلا بيك كابتن. أهلا خالد، بيك يا أحمد. سريعا جدا قبل ما أقفل صفحة المنتخب عندي سؤالين. السؤال الأول باللي جاي، شايف إيه الطريقة الأمثل من وجهة نظر كابتن خالد اللي يحضر بيها المنتخب بقى في فترة خالية من الضغوط، ووقت إلى حد ما أعتقد أنه كافي جدا للمدير الفني كارلوس كيروش أن يخش على الاختبارات اللي بجد، سواء يعني أنا ما بعتبرش كأس العرب بطولة لأنه خصوصا كمان محترفين مش هيشاركوا فيها، لكن اعتقد انه المحك الرئيسي هيبقى ده امم افريقيا، وطبعا المواجهه المصيريه في مارس اللي جاي مع واحد من التسع الكبار في افريقيا في محطه اخيره قبل الوصول لكاس العالم. هو من الواضح ان كيروش هو بيخطط للفتره اللي جايه بشكل كويس. اول حاجه طلب من اتحاد الكوره ان عايز الدوري يبقى فيه ثلاث جولات يتلعبوا. هو ليه طلب الكلام ده؟ عشان يتفرج على اكبر قدر من اللعيبه. هو لغايه دلوقتي ما اتفرجش؟ لا لسه، يعني مش كله يعني اتفرج على، يعني اتفرج على النادي الاهلي، اتفرج على ماتش السوبر الاهلي طلع الجيش، ما اتفرجش لا كتير. اقصد اقول ما شافش القماشه. لا يعني لسه. يعني الراجل برضو الى حد كبير يعني هيختار طبقا للمعايير اللي هو حاططها او شايفها في احتياجاته للعيبه، مش هيبقى مرتبط اكتر ده نادي جماهيري ده نجم شباك. لا مش هيبقى مرتبط يعني بكده خالص. هو هيختار اللعيبه اللي هتنجحه. أيوه. اللي هتنجحه وتنجح منتخب مصر بغض النظر بقى عن انتماءات اللعيبه ايه وبتلعب فين. اي لعيب كويس شايف ان هو هيبقى اضافه هياخده، لان هو بيفكر كده دايما. يعني الاجانب ما عندهمش العاطفه. هو عايز ينجح وعايز ينجح المنظومه اللي هو بيشتغل فيها اللي هي منتخب مصر، وعامل عايز يعمل خطوه كويسه تنضاف للسي في بتاعه، فهيستعين باي حد هينجح. فطبعا عايز يتفرج على اكبر كم من اللعيبه، وواضح ان هو زي برضو انا ما قلت معاك في حلقات قبل كده ان هو عايز معسكرات عشان يشتغل قبل المواجهات. أيوه. وده لازم، ده وضع طبيعي، واحنا عانينا من القصه دي في الفتره اللي كان موجود فيها حسام، ما كانش عنده الوقت او هو ما عملش معسكرات قبل اللقاءات، فكان عشان كده الشكل ما كانش كويس. فهو واضح ان هو بيحط برامج كويسه، لان برضو مدرب المنتخب اي واحد بيمسك منتخب لازم يبقى عارف الاجنده ايه ويخطط للخطوات اللي هو هيخطوها بشكل كويس. سواء من معسكرات، من مباريات وديه، من تدريبات، من وحدات تدريبيه، ده كل ده بيبقى التجهيز لغايه لما باذن الله نوصل للماتش اللي هو القوي اللي انت قلت عليه. طيب اللقطه اللي يمكن شغل الناس قوي ويمكن حتى كانت حديث الـ جمهور الكرة على السوشيال ميديا، لقطة الحضري والشناوي، شفتها ازاي كابتن خالد؟ وهل من الممكن انه، انا طبعا ما فيش شك انه يعني ما اعتقدش يعني ده تقديري انه يبقى في نية مبيتة لا قدر الله انه اللي يبقى اللعيب يلعب في المنتخب يتأذي، لكن ازاي شفت مشاركة الشناوي وتعرضه للإصابة؟ لان يمكن قبل دخول حضرتك على طول احنا يمكن قلنا لجمهور النادي الاهلي على بشكل رسمي انه الشناوي هغيب عن الاهلي في فترة مهمة جدا، طبعا نتكلم في 4 أو 5 أسابيع. احنا يعني النادي الاهلي هو اللي هيدفع الفاتورة بتاعت الإصابة دي. مين هيحاسب على الفاتورة؟ طيب طبعا يعني هيغيب عننا في ماتشات مهمة جدا. ده ممكن حتى الثلاث ماتشات، يعني الماتشين بتوع افريقيا دول ممكن يغيب عنهم. هو هيغيب عنهم اكيد، والثلاث ماتشات بتوع الدوري ممكن برضو يغيب عنهم. ولكن بخبرة محمد الشناوي والجهاز، انا ما ينفعش العب وانا حتى، انا سمعت ان كان عنده تقل، بيشتكي من تقل في العظمه، والتقل ده بدايه الاصابه. يعني انا لما احس تقل في اي عضله من عضلات رجليه دي بدايه الاصابه. هو يبدو المعلومات اللي عندنا كابتن خالد انه محمد طلب ده بالفعل، هو طلب انه يعني انه ما يشاركش في المباراه، طلب انه ما يشاركش او قال انه هو بيشتكي من انه مش جاهز او يعني والجهاز لعبه. طب يعني هو ده السؤال بقى. هو ده اللي بساله كلام. هل ده وارد؟ لا مش هل ده السيناريو وارد؟ لا لا لا. لا لو حصل كده ده مش في الكوره ولا في، يبقى يعني يبقى الناس بتشتغل، معلش سوري في الكلمه، مش فاهمه حاجه. لا ما ينفعش. انا الحارس الاساسي بتاعي بيشتكي، ما انا عندي، انا منتخب مصر، انا مش في نادي، انا عندي جوان ثانيه. طب ما انا اريحه، والمباراة برضو في المتناول، مش هي يعني، إنما عشان ما خسروش. وإنما لو هو اشتكى وما كانش عايز يلعب والجهاز لعبه، لا دي ما تعديش كده يعني، النقطة دي ما تعديش كده خالص يعني. لأن ده منتخب مصر وده أحسن 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 جون في مصر، وبعدين إحنا دلوقتي النادي الأهلي هو اللي هيدفع الفاتور يعني. طب تيجي إزاي يعني؟ هو بيشتكي وعنده تقل واتيفر عنده إيه، طالما اشتكى يبقى لازم يريح. ليه؟ لان عندك اجوان تانية والماتش مش تقيل قوي وهنعديه. اللي يسال فيها مين؟ الجهاز، الهيد كوتش يعني كارلوس كيروش ولا كابتن عصام حضري؟ لو وصلته المعلومه،
لو وصلته المعلومة ان هو حاسس ان هو مش سليم او في حاجة بيشتكي منها يبقى هو مسؤول. لو وصلته المعلومة انها ممكن ما تكونش وصلته المعلومة، يبقى اللي وصل له المعلومة سواء كان بقى مدرب الحراس سواء اي حد ولاعبه، لا يبقى هو غلط غلط كبير جدا ينوم ان ما فيش خبره.